Ladies and gentlemen, welcome to BLC Bank's second Brilliant Lebanese Award Ceremony from BL. Your host for tonight, Jessica Azar. مساء الخير من البيال. أنه تقرر مؤسسة مصرفية ناجحة أنه تتشارك هالنجاح ونجاحها مع أشخاص ومؤسسات بشكل نموذج المبادرة الفردية بلبنان، أمر مش غريب أبداً على البي أل سي بانك يلي قرر وبإطار التزامه المسؤولية الاجتماعية انطلاقاً من مفهوم وطني أوسع وأشمل دعم طاقات لبنان الاقتصادية والمساهمة بدفع عجلة الاقتصاد، إيماناً منه أنه هالبلد ما بيستسلم ومسؤوليتنا أنه نشارك بتثبيت دعائمه ليبقى مطرح للإبداع والحلم والنجاح. أهلا وسهلا فيكم بThe Brilliant Lebanese Awards 2013. ليلى بي ال سي بانك وبمبادرة رائدة اختار أنه يكرم مشاريع وأشخاص متميزين من لبنان من خلال The Brilliant Lebanese Awards يلي بتقدم دعمها للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. 12 مرشح وصلوا للمرحلة النهائية من أصل 150 طلب تقدم للبي ال سي بانك. 6 منهم ترشحوا لجائزة البزنس اوف ذا يير و6 لجائزة الومن انتربرينور اوف ذا يير. أما جائزة People's Choice Award فالفئة الأخيرة حسمتوا نتيجتها من خلال تصويتكن عبر الفيسبوك. كيف خلقت الفكرة وشو الهدف من هالحفلة الليلة وليش نحن مجموعين هون؟ منشوف سوا بهالروبورتاج. الاقتصاد اللبناني وهي اقتصاد بالعالم يلي بيشغله يلي بيخليه ينمى هو هالشركات. في شركات كبيرة وفي شركات متوسطة وصغيرة. إذا بدنا نحكي عن المتوسطة والصغيرة يلي بسموهن SME بالعالم Small and Medium Enterprises هن بالاقتصاد بركة بيمثلوا 80%. الشركات السمول ميدل انتربرايز بدهم تمويل. بيلسي قررت انه بدها تفوت بهالسوق لانه هيدا بيساعد الاقتصاد. بدنا انوفيشن اكثر بهالفكره. الانوفيشن اللي هيدا روح البيلسي بدنا انه اذا كل سنه هيدي تاني سنه نحن حاضرين نعطي جايزه للي اكثر شركه بهالسنه عملت نجاح. كتير منيح إذا طالما نحن فايتين بالتطوير العمل المصرفي مع الشركة المتوسطة والصغيرة لازم كمان نعمل لذات المجال جايزة أما اعتراف أما برودكت معين للمرأة. ضمن هالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم التركيز على دور المرأة فيها وحبينا نعطي للمرأة دور ريادي لذلك ضمن الوي انيشيتيف للمحافظة على الأسر اللبنانية في مناطق والحد من نزوح من الريف إلى المدن. إذا المرأة فاتت على الشغل وأمنت وفاتت بالمنافسة بالسمول اند ميديوم انتربرايزز رح تعطي قوة للاقتصاد بأرقام فظيعة. تم بالسنتين الماضية تمويل 12500 مشروع بما يوازي 165 مليون دولار وذلك لنقدر نعطي للمرأة إمكانية التطور. واليوم بالSME وزننا بالسوق أكبر من حجمنا المعروف وهيدي نجاح نحن فخورين منه. الليلة كلنا سوا مع لجنة الحكم يلي رح بتنقي مين الجائزة اللي مين رح بتروح رح منعيش يلي سميناها Brilliant Lebanese Award
وهون بحب بالختام قول كلمة أخيرة لكل مين عم يتسمع لنا، يبادروا ويقدموا وما يخافوا، يجيبوا مشاريعهم شباب ونساء وشركات، والبي ال سي حيكون إلى جانبهم وحيدعمهم. بدي أختم بالقول إنه هالنجاح، لأن أنا بعتبر إنه هو نجاح للبي ال سي بانك جروب فرنسا بانك، بالمعنى إنه نحن لعيبة كبيرة بمجالات الاس ام اي ولتطويرها ولتطوير الاقتصاد. وهالنجاح مثل ما بلشت ما كان يقدر يتم بلا دعم الاي اف سي وبلا دعم، اما بفضل كل الاداره يلي بقلب البي ال سي كانت عم تلاحق هالموضوع، وبلا دعم فرنسا بانك يلي ماليا ومعنويا كانت ورانا لحتى تأمن كل حاجتنا إن لازم. بعد ما عرفنا كيف خلقت فكرة الحفل الليلة، بدعيكم نستقبل سوا فنانة لبنانية برصيدة نجاحات كبيرة ما وقفت عند حدود، نجمة منفتخر فيها وأكيد ناطرين طلتها الليلة. رحبوا معي بالنجمة نانسي عجرم. ما في يتحمل قاسي يا غالي علي.
Thank you. سوا بجهودنا منحرك اقتصادنا تيلمع بلدنا. لكل المبدعين بالأعمال سجلوا اليوم لتبدعوا بال2014 Brilliant Lebanese Awards من ابتكار BLC Bank. حفل توزيع جوائز البلسي بانك مستمر. تابعوا معي التقرير الخاص بلجنة التحكيم. البلسي بانك حب كمصرف أنه تكون لجنة الحكام لجنة مستقلة. كان دافر لبنان صرنا 3 سنين نشتغل مع رواد أعمال، عم نشوف كتير شركات، عنا كتير خبرة أي شركات عم ينجحوا كيف عم ينجحوا. من هون شفنا أنه فينا نساعد وفينا نرجع نحتل المجتمع تبعنا. كنت بدي أكون part of this experience يلي بتصور أنه من خلالها في أشخاص رح ينجحوا، وأنا بدي أكون بدي جرب ساعد قد ما بقدر بهالمجال هيدا كمان. أنا ما بظن أنه في أي شخص من هالريادة اشترك كرمال الجائزة، بظن كل واحد منه اشترك ليقدر يبرهن لحاله أول شيء أنه هو قادر يحضر ملف مهم لمستثمر، ملف لحاله ويعمل إعادة نظر لشركته أول شغلة. These kind of awards are extremely important to promote entrepreneurship, to help entrepreneurs to sharpen their business idea and to make new connection. القيمة المعنوية هي الأهم لأنه بتعطيهم دفع أكبر للنجاح وللإبداع. القيمة هي المنتورشيب والكوتشنج اللي اعتناه وأسسمنت أوف ذا هول بزنس من ناس خبراء. اليوم المصارف اللبنانية بطبيعتها متحفظة. الصعوبات اللي بيواجهوها المؤسسات الصغيرة هي بالأساس بالضمانات. إذا بخففوا مخاطرهم بزيدوا وصولهم للتمويل، وطبعا بيكونوا محضرين حالهم للنجاح. وجودي معهم كان أول شيء رسالة، رسالة حابب أعطيها لهالموجودين ورسالة بنعطيها لكل المجتمع اللبناني. قدرت أثر بطرح أفكار كيف بيقدروا يطوروا عملهم الريادي وكيف بيقدروا يتواصلوا مع الآخرين. فيك تتحدى البزنس موديل لتطلع ببزنس موديل اللي هو بلائمهم، اللي هو لازم يفكروا فيه ليوصلوا على النجاح. خليت هالأشخاص يلي قدموا البرامج تبعولهم يستفيدوا من السؤالات بطريقة أنه ضويت على بعض المواضيع يلي هن يمكن كانوا متجاهلينها أو نسينا أو ما عندهم هالإكسبيرينس بعد. اللي عم نحاول نعمله إنه نحنا نحط إيدنا بإيد هالأشخاص اللي عم بيقدروا كل واحد يكون عنده خبرة معينة، عم نجرب نجمعهم ونعطيهم كوان ستوب شوب لهالرواد الأعمال. بعد ما كشفنا أسماء أعضاء لجنة التحكيم، بذكر أنه هالاختصاصيين المعروفين بمجالاتهم بيتمتعوا باستقلالية تامة بتحديد النتيجة، والبلسي بانك ممثل فقط بعضو واحد من مجموعة اللجنة. هلأ صار وقت نتعرف على الفيناليست، والبداية مع المشترك الأول عن فئة بزنس أوف ذا يير، عمر ومحمد إباني، إخوة توأم أسسوا فريق الراب والجرافيتي أشيك ما. وبعد ما صاروا ببيعوا التيشيرتس من تصميمهم بعد حفلاتهم الناجحة، قرروا يوسعوا نشاطهم ليقدموا مجموعة خاصة فيهم من الملابس والأكسسوارات بتعتمد على الخط العربي، الأمثال اللبنانية والجرافيتي، والهدف التسويق للثقافة اللبنانية العربية وتعريف الشباب عليها بالموسيقى والثياب والرسومات.
لكل شاب بعمري بيحلم بمستقبل غير حاضره وبيقدح. أشكمان بلشت بال 2001 أنا وخي توم محمد، سمينا أشكمان لأنه حبينا نعمل شيء كتير باللبناني. عطن أشكمان سيارة بيطلع وسخ سيارة من جوا لبرا، نحنا كنا عم إذا بدك نفجر عن مواهبنا من جوا لبرا، إذا كان عبر كل شيء عم نعمله، موسيقى الراب، جرافيتي أو التيب تبعه. حبينا نعمل شيء كمان بالعربي سو او باللبناني، سو كنا دائما نطبع تيشيرتات فيها مسجز خاصه بالكالتشر اللبنانيه او البوب كالتشر اللبنانيه. البزنس سايد تبع أشكمان يعني كانت اذا بدك هوبي من غني راب، وصارت اكثر بزنس بعد ما كثر الطلب عليها. ولا مره كنت زعوري لما تربيت بالشارع. أشكمان منتوج وطني ومنتوج كله اندبندنت، ما عندي شركه انتاج بتدعمني، كان بحاجه لادعم موسيقتي او لادعم الهوبي تبعيتي انوي طلع مصاري من شي محل. اول بلد لجنة بيروت جنيت اسمنس ما بدي اشوفها حزينه. نحن بحاجه لدعمي، يمكن ما تكون بس ماديه، يمكن تكون اكثر حدا من اكسبيرت يقدروا ينصحونا كيف نروح هالطريق لنقدر نوصل على الهدف تبعنا. كل لعبه جرب وجرب خليك تحاول تكون مثلنا يا صاحبي. هدف أشكمان بالمستقبل القريب او البعيد انه تصير أشكمان ماركه عالميه. ابداع مش مجرد كلمه. عمر قداني أشكمان. طبعاً اللجنة عم توضع علاماتها مباشرةً بعد كل روبورتاج. والسؤال هلأ لمستر طارق صدي مدير عام إنديفر. مستر صدي مساء الخير، كيف تشوف الاستراتيجية اللي استعملها أشكمان ليتطور من مجرد فريق للراب؟ تفضل. الاستراتيجية تبعيتهم اللي عملوها الاستراتيجية الصح مثل ما مبين من كيف بوسحوا أشغالهم وقدروا يطبقوها كتير كتير منيح. اللي عملوه هو أنه قدروا ياخدوا الرسالة الايدنتيتي تبع الجروب الراب ويترجموها لأشغال تانية وبطريقة كتير بتقوي العلاقة بيناتها وبين الشعبية تبعيتها، وهيدي السر وراء نجاحهم. شكرا مستر صدي، ورح نشوف سوا العلامات على الشاشة. مصممة مجوهرات بتخلط بين الذهب الفضة والأحجار الكريمة، مجوهراتها بينباعوا ب 18 بلد و 80 مركز راقي لبيع المجوهرات حول العالم. روزا ماريا من مشجعي اليد العاملة اللبنانية وبتصر أنه التنفيذ والتصنيع يصير بلبنان، وبحب ألفت النظر إلى أنه تحلت بمجوهرات روزا ماريا أهم عرضات الأزياء لمجلات عالمية مثل إل غالا وكوسموبوليتان. شوفوا معنا إنتاج المشتركة روزا ماريا أبو روس والمرشحة للفوز بجائزة وومن أنتربرنور أوف ذا يير. اسمي روزي أبو الروس ومصممة مجوهرات. بلشت بأوروبا بال 1998 وبلشت أوصل لأخد محلات مهمة. المجوهرات تبعيتي عبارة عن أشياء raw and at the same time sophisticated. وكملت بهالمرحلة لل 2008. بال 2008 قررت أفتح محل، ومحلي موجودين فيه هلا. بما انه بعرض باوروبا وبعمل انترناشونال شو بباريس مع كل شيء في مصممين اكسسوار اند فيري هاي اند اكسسوري، قلت بالنسبه لمحلي بحب اعرضهم حد المجوهرات اللي عم بعرضهم لانه انا اللاين تبعيتي فيري هاي اند. كل شيء بدي فرجيه للمراه اللبنانيه انه نحن عندنا انيشيتيف وفينا نوصل وفينا نشجع وعندنا كثير بوتنشل opportunities نقدر نشجع الاقتصاد، نقدر نساعد كل شيء في نسوان توصل بلبنان. إذا ربحت أكيد رح فكر بالتيم تبعي يلي وصلني توصل وتكون المرأة يلي ربحت اليوم ويلي وصلت. أسرع جوهرة النجاح
روزي أبو روس، روسا ماريا. مسز تانيا مسلم، مديرة عام مساعد بال سي بانك، برأيك شو اللي سمح لروزا ماريا بتسويق تصاميمها بالعالم؟ روزا ماريا عندها موهبة كبيرة بتصميم المجوهرات، عندها ابتكار وعندها ميزة منفردة من هالناحية، لأنه عندها قدرة أنه تظهر رونق مواد أولية يلي هي نابلة. فعلياً عندها هالنوعية من ناحية. من ناحية تانية اشتراك فعال بعدة إكسبوجرز عالمية وصلتها لتكون مشهورة عالمياً، وصاروا المنتجات تبعولها عم بنعرضوا بأفخم محلات وين ما كان بالعالم، إن كان أمريكا، إن كان أوروبا، إن كان اليابان وكتير غيرها من البلدان. بقى بعتقد إنه روزا ماريا مثل ناجح لريادة الأعمال بلبنان. شكراً مسز مسلم. هينتراك هي مؤسسة لبنانية رائدة بصناعة الأغذية المصنوعة من بودرة حلويات لبنانية ومشروبات. هالمؤسسة شهدت نمو ملفت، واليوم بتصدر منتجاتها ل 22 بلد من أطراف العالم الأربعة، وهالمنتجات بتستجيب للمعايير العالمية للنوعية والماركة FDA وماركة أروبا مسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية. هينتراك اللي بتوظف 80 شخص نجحت بتحويل عدد من المنتجات الغذائية اللبنانية والحلويات اللي نحن منفتخر فيها لبودرة مثل المهلبية، المغلي، النمورة والعويمات وغيرها، وقدرت تحقق نمو بنسبة 30% عام 2012 و 26% عام 2013. ريبورتاج بيضوي أكثر على مؤسسة نعمان هاشم المشترك عن فئة Business of the Year. شركة اسمها هينتراك هاشم اندستري اند تريدنج جروب. بال 2007 اخذنا قرار نفوت بالصناعه، عملنا ماركت ستادي، درسنا الاسواق وشفنا انه في عندنا بوتنشل اذا فتنا باسواق العصير البودره والديزرتس. يمكن ساقتنا كثير كبيره بحالنا وبهالبروجي يلي عملناه، ولو ما ساقتنا كبيره ما كنا قدمنا على الاورد، وبنعتقد انه لازم يكون نحن ربحانين لانه قصتنا هي قصه نجاح وعندنا ساقه كثير كبيره فيها. الجوري اللي كانت موجوده عم تقيم الموضوع كلها اوف High Standard Senior Education، فانبسطنا بالكوتشينج تبعهم، شو نصحونا وشو لازم نتصرف ونشتغل بالمستقبل. نحن موجودين بالإكسبورت بالإمارات، قطر، كويت، سعودية، بالخليج كله، فرنسا، أمريكا، وأستراليا، هذا كله بظرف 5 سنين. البلانز لقدام إنه نغطي العالم كله من خلال البراند تبعنا، منكون عم نوصل الصناعة اللبنانية على كل دول العالم. نحن دايماً we plan ahead لسنين لقدام، عنا new products to be launched، أكيد توسيع البراند، البراند عم تنتشر، دايماً مننبش على new markets من خلال مشاركتنا بمعارض عالمية. المنافسة أكتر شيء مبينة من خلال الـ People's Choice Award، التصويت عبر الإنترنت، يعني جمعة واحد بسبق التاني، بيرجع تاني جمعة التاني بعوض، هيدي أكتر شغلة عم بتفرجي المنافسة. وشو راح نستفيد منها؟ انه حناخذ بتر اكثر بعدد فاليو واويرنس اكثر قدام البنوك وقدام العالم اكثر، وانه بشرفنا اكيد نربح مع بالسي. حلو طعم النجاح. سامر نعمان هاشم، اروبا. دكتور فؤاد زمكحل، مدير عام مجموعه زيمكو ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين، شو النصيحه يلي بتقدمها لهينتراك كرمال تتطور بشغلها اكثر؟ بصراحة أنا حابب جاوب على ثلاث أصعدة. أول شخص، شخصياً أنا أعجبت بشخصية هالشباب، لأنه بالنهاية من وراء الفكرة وبعد الشركة في قلب عم بيدق، وقتا منشوف هالقلب عم بيدق بشغف وبحماس وعم بيقدروا يعطوا كل هالعطاء، هي الشغلة الأولى للنجاح وهن عم بيقوموا فيها، وبحمسهم يكفوا بهالشعلة لأنه بالشغف دايماً منوصل على نجاح. النقطة الثانية اللي حابب أقول لهم إياها هو على موضوع التمويلة. هالشركة عم تكبر وراح تكبر أكثر، بنصحهم يقوموا على تمويل ويجذبوا مستثمرين. كثير مهم نحن كرجال أعمال نقدر نجذب مستثمرين على قلب شركتنا، لأنه بالنهاية طالما نجذب مستثمرين طالما فيها تكبر. والنقطة الثالثة بالنهاية نحن بعالم والعولمة، وكثير مهم الإبداع اللبناني يقدر يراح على كل طروحات العالم، وهذا اللي عم فيه، ولازم يكون عندهم شركاء ليقدروا يبدعوا.
وقتها بتشوف هيك شباب وهو شركات، انا ماني خايف على لبنان ولا خايف على اقتصاده، لانه هيدي الصوره الحقيقيه تبع النجاح اللبناني. شكرا. شكرا مستر زمكحل، وبنشوف سوا العلامات. ناخذ فكره عن مشروع مشتركه جديده عن فئه الومن انتربرينور اوف ذا يير نانسي الاسمر. مادارا كرييشن قدمت تصاميم فريده وحديثه بتخلط ما بين الخشب والخشب المطعم المزيك والمشربيه. بتتميز مادارا بقوه بالابداع، وتمكنت انه تجمع بين الطابع المعاصر والطابع التقليدي للاثاث. تصاميمها بيعكسوا ابداعات ودقه بالتنفيذ، وبترككم تحكموا على فنا من خلال هالروبورتاج. مادارا كرييشن بلشت الفكرة من 5 سنين لما تعرفت على طعمي فاميلي. هن بيشتغلوا المزيك مثل ما هي من قديمة كانت تنشغل. حبيت كتير المصلحة، حبيت كتير هيدا الكرافت، ولقيت انه كتير حلوة بس ما نوصل الجنريشن الجديدة، فليش ما بنطورها شوي، بنفوت عليها أدياس جديدة بتكون شوي مودرن أكتر. ساعتها بنكون عم نحافظ على هيدي الكرافت وعم introducing it للجنريشن الجديدة بايتمز وبرودكتس اكيد رح يكونوا موجودين بكل البيوت. كوني امرأة بهيدا الدومين هو يعني اكيد صعوبة بحد ذاته، انه ما حدا بالاول بياخدك بجدية، بس يلي بيفرض حاله بعدين هو البرودكت لما تقدمه. اول شيء اول هيدا السلوغان على طول بيقطع براسي، انه لما تقول وود بدك تقول مادارا كرييشن، فالفيوتشر بلان تبعي انه تكون اسم مادارا كرييشن محفور بكل شخص. بحب الخشب والابداع. نانسي اسمر، مادارا كرييشن. المهندسة رولا موسى سيدة الأعمال الأولى للعام 2012 بلبنان، لبنيز أوتستاندينغ وومن أورد، مؤسسة ومديرة شركة نتويز، المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية للإنماء الريفي لارت. برأيك شو اللي بيخلي مادارا تصير عالمية؟ مساء الخير. مساء الخير. أول شيء مثل ما لاحظتوا نحن كتير حبينا نانسي، لأنه الفيد اللي نقته هو يمكن مثل ما شفتوا كتير للرجال أكثر من النساء، بس اللي لفتنا نظرنا شغفها للحرفة هيدي، واللي حبينا فيه أكثر أنه هي حابة تعملها مودرنايزيشن، يعني تطورها تحدثها تنقدر نحن هالحرفة القديمة نرجع نطلقها للعالم كله. هلا لتصير هيدي البزنس تبع مادارا يطلع عالميا، اكيد مادارا لازم تامن الاستثمار المناسب لتقدر تخلق برودكت لاين لها جديد تقدر تسوقه عالميا عبر جاليريز، تخلقهم عبر السوشيال ميديا، يمكن عبر التجاره الالكترونيه. لازم يعني تقوم بتطوير البزنس موديل لحتى توصل للعالميه. شكرا مسز موسى، وبنشوف سوا العلامات. بالبزنس اوف ذا يير مشاريع ناجحه، ومن بينها مشروع المشترك محمد خازم ميكانيكال اند اندستريال تكنولوجيز ام اي تي، هو ممثل لبرود اير كونديشنينج بلبنان، وهو نظام تبريد غير كهربائي بحول حراره المولدات الكهربائيه لطاقه تبريد مع توفير 40% من الطاقه الضروريه لتشغيل المؤسسات الكبيره مثل الفنادق والمستشفيات. وبيجدر التنويه بهالمؤسسه لحث المسؤوليه الاجتماعيه يلي بتتمتع فيها نتيجة طبيعة عملها. كما وبتتميز الـ MIT بنمو ثابت وربح مستمر. تفاصيل إضافية بهالتقرير. اسمي محمد خازم، مهندس ميكانيك متخرج من الجامعة اللبنانية سنة 97. بلشت فكرة توفير الطاقة بسنة 2009. تعرفت على شركة برود اللي هي نمبر 1 بالعالم بموضوع الهيت ريكفري نون الكتريك تشيلر. اي مولد كهرباء
بيولد كهرباء ماكسيموم افيشنسي 35%، والباقي 65% اللي بنكون عم بنحطهم فيول مازوت او ناتشورال غاز عم بيطلعوا ويست هيت بالدخان او بالكولينج سيستم تبع المولد. اذا ركبت هذا السيستم بصير بستفيد من هيدي الحراره، بطلع تبريد وبطلع مي سخنه وبيطلع 20% بوليوشن. هذا المشروع الافونتاج اللي فيه انه عنده باي باك، بيرد حقه، ممكن توصل الباي باك تبعه لسنتين، يعني بسنتين بيرد حق المشروع وبيصير بعد منا ارباح. بحال ربحت بدي استفيد من الجائزه لطور تسويق هذا المشروع، لانه كثير بفيد من ناحيه توفير الطاقه، ونحن هلا بعصر توفير الطاقه، وبفيد بيئيا لانه نحن منشان نخفف تلوث البيئي. وفرت طاقة ونجحت. محمد خازم، MIT Engineering. دكتور خاطر أبو حبيب، رئيس مجلس الإدارة، مدير عام كفالات، مساء الخير. شو النصيحة يلي بتقدمها للMIT ليبقى شغلهم مستمر وبنجاح؟ شكرا. شركة MIT عندها منتج مهم كثير للبلاد، ومهم اجتماعيا، ومنتج جيد جدا البرودكت تبعهم. ليقدروا يوصلوا هالمنتج لانه يصير حاله عمل مستمره ومتوسعه دائمه، بيحتاجوا لتنظيم اضافي يركزوا مش بس على المنتج وعلى التقنيات يلي هي بايدهم وناجحين جدا فيها، بس على التنظيم الداخلي للاعمال، تمويل الاعمال، وحط خطة عمل واستراتيجية عمل ليتوسعوا بالبلاد ويوسعوا حالهم تنظيميا داخليا، تبعدين ينتقلوا للشرق الأوسط وربما أوسع ويصيروا شركة مستمرة وكبيرة. شكرا. شكرا لك، ومنشوف سوا العلامات. أذكر أن المباراة الليلة غير محصورة بزبائن البي ال سي بنك، والمجال مفتوح أمام مشتركين جديد للدورة الثالثة بال 2014 مباشرة بعد انتهاء احتفالنا الليلي. Women Entrepreneur of the Year والمشتركة كارلا مطر. Business Connectors I Quit Smoking IQS هو مركز بيقدم علاجات لكل الراغبين بالتوقف عن التدخين، وكان من الصعب أنه لجنة التحكيم ما تختار مؤسسة هدف الحفاظ على صحة الناس، إذ أنه ابتكرت كارلا برنامجين لتوصل لأكبر عدد من المدخنين، الأول من خلال التعاون مع شركات التأمين والثاني للمؤسسات الخاصة. سجلت IQS نسبة أرباح ملحوظة بنسبة 116% سنة 2013، وهي بتقدم مستمر. بزنس كونكترز منختصر شغلها بدقيقتين بهالربورتاج. I quit smoking أول مرة سمعت عنها حسيت هذا هو الشغل اللي بدي أشتغله. I quit smoking Lebanon عنده مشاريع خاصة في IQS Insurance Program يلي من خلاله صار العلاج تبعنا بيقدر الشخص يحصل عليه من خلال التأمين الصحي اللي موجود عنده. طموحنا 90% من كل الانشورنس كومباني بيكون في عندهم IQS عم بيتغطى، هذا بيسمح لحوالي 500,000 شخص يكون عنده هالخدمة مجانا. برنامج الثاني IQS Corporate Program، اليوم الشركات قادرة تساعد الموظفين تبعولها من خلال البرنامج تبعنا. كانت مرحلة حطينا أرمة ممنوع التدخين، اليوم صرنا بمرحلة نحن جايين نساعد الموظفين تبعولنا والحلفاء تبعولنا لتوقيف التدخين. يلي بنعمله بنعطي مثل زبزبات كهربائية على مستوى الدينة، من جلسة واحدة ممكن المدخن يلي فيه يدخن علبتين أو ثلاثة أو أربعة يوقف الدخان بنفس النهار بنفس الجلسة. اليوم
اليوم كتير مبسوطة أنا بالإكسبرينس مع البيلسي. أول شيء عم نتعامل مع أشخاص كتير جديين، كتير عارفين شو بدهم يعملوا. اليوم هن عم بيشتغلوا بالبيلسي على بلان كامل كيف فينا نساعد النساء. وثانكس على كل الإكسبوجر يلي اليوم عم ناخده من خلال المشاركة اليوم بالبيلسي أورد. في نجاح بلا دخان. كارلا مطر، I quit smoking Lebanon. مستر نجيب شقير، مدير قسم الصيرفي بمصرف في لبنان، شو النصيحة يلي بتعطيها لكارلا لتكبر مؤسستها أكثر؟ الحقيقة الإبداع تبع كارلا أول شيء بتنقيتها للمنتج تبعها أو للخدمة. كويت سموكينج، اليوم بقانون منع التدخين صاروا المؤسسات يعني صاروا المدمنين على الدخان بحاجة إنهم يوقفوا الإدمان على التدخين. بأول إبداع إنه اختارت هالمنتج، والتاني إبداع ما إنه قدمته للأفراد، راحت للشركات بالأول قدمتهم للشركة، وبعدين اتفقت مع شركات تأمين لتبيع هالخدمة مع بطاقة التأمين. الحقيقة هي بدها تنصحنا يعني عامل شغلة على الآخر، ما فيها ننصحها شيء، عامل شغلة يعطيها ألف عافية. شكراً مستر شقير. منشوف العلامات. خلينا نحيي الفايزين بالدورة الأولى بهالمسابقة ويلي كانوا بعضهم من اللبنانيين اللامعين. جميل قرباني يلي فاز بجائزة بزنس اوف ذا يير 2012 عن جرين ستوديو، يلي جمع من خلاله التصاميم الهندسية بالتكنولوجيا الحديثة بمشاريع رائدة. كارين بارودي بركات يلي فازت بجائزة وومن انتربرينور اوف ذا يير 2012 عن انتوتوكس بابليك هيلث، يلي بتهدف لاستعمال احدث التقنيات بمعالجة مشاكل الصحة العامة مع اولوية استعمال المواد غير الكيميائية. نانسي حبيقة الفائزة بجائزة بيبلز تشويس اوورد 2012 عن سنتيميل، وهو اول مركز بلبنان والشرق الاوسط للحمية الغذائية المرتكزة على طعام عضوي الاورجانيك فود. بحب ذكر كل المشتركين اللي مشاركين بهالدورة أنه رح يحصلوا على شهادة تقدير من البي ال سي بانك، مع تمنياتنا بالتطور والاستمرارية الدائمة لمؤسساتهم. سوا بجهودنا منحرك اقتصادنا تيلمع بلدنا. لكل المبدعين بالأعمال، سجلوا اليوم لتبدعوا بال2014 Brilliant Lebanese Awards من ابتكار BLC Bank. الناس هن بقلب كل شيء بنعمله، والالتزام بالناس هو أساس للتنمية المستدامة ولتطور المجتمعات. ومن هون حرص البي ال سي بانك على إطلاق جميع المبادرات يلي بتساهم بجعل المجتمع مكان أفضل. حفل توزيع جوائز البي ال سي بانك مستمر، وباقي ثلاث مرشحين لجائزة بزنس أوف ذا يير وثلاث مرشحات لوومن أنتربرينور أوف ذا يير. منتابع نتعرف على فيناليست جديد. جراج لوكس بيسترجع التياب والحقائب المستعملة من ماركات عالمية، بيتأكد أنها أصلية وبيرجع بيقدمها من جديد للسوق. هذا الابتكار بيعطي قيمة للسلعة الفاخرة المتروكة بالخزانة، ومجال لشريحة كبيرة من المجتمع أنه تستفيد منها بسعر أرخص. شراء هالقطع اللوكس وإعادة بيعها بتم عبر الإنترنت، والمؤسسة بتهتم كمان بتوصيلها. جراج لوكس بيقدم إطار مبتكر بمجاله، وعم بيسجل نمو ملحوظ وانتشار سريع مواكب لوسائل التواصل الحديثة. تفاصيل أكثر عن كارين فرسون ومينا منيمنة المرشحتين لوومن أنتربرينور أوف ذا يير من تبع سوا. أنا جاية من باك جراوند فاينانس وهي جاية من باك جراوند ديزاين،
وصحبتنا عنا اتفاق متبادل، وكنا عم نفكر على فترة شو بدنا نعمل شيء مع بعضنا، كمان تنيناتنا أمات وعنا أولاد. طلعت معنا فكرة جراج لوكس. بلشت الفكرة إنه شو بيعملوا الناس بغراضهم بفساتينهم بقطع اللي هي كتير عندها قيمة عالية عند الناس، بيرجعوا بيعرضوها معنا نحن منسوق لهم إياها، هيك شخص تاني رح يستفيد منها، عم يلبس قطعة كتير عندها قيمة عالية ونفس الوقت عم يلبس شيء كتير ترندي فاشن أو أوت كوتور أو لكجري براند بس بسعر كتير أوطى. طريقة تقديمنا على الـ BLC We Initiative Program صار بالصدفة، نحن عنا علاقة مع بنك الـ BLC وهن كتير دعموا فكرتنا وآمنوا فيها ودفشونا بصراحة لحتى وصلنا لهالمرحلة. بمجرد مشاركتنا بالـ BLC We Initiative نعتبر حالنا عن جد ربحنا، حسينا حالنا عن جد عم نعمل شيء هيك that makes a difference وأكيد حنربح. هدفنا موقع ناجح. كارن فرسون، مينا منايمني، جراج بيتس. دكتور جوزيان السريح، بروفيسور مشارك في مادة الإدارة، مديرة معهد المؤسسات العائلية والمبادرة الفردية، رئيسة قسم الإدارة الفندقية والتسويق في الجامعة اللبنانية الأمريكية. مساء الخير. دكتور سريح، هل بتشوفي أنه لبنان مستعد لاعتماد هالأسلوب العالمي الرائج بمجال إعادة بيع البرودوي دو لوكس المستعملة؟ نعم، أنا بعتقد أنه لبنان مستعد أنه يتقبل هيك نوع من البيع، وبعتقد الفكرة كتير حلوة، يعني فيها إبداع لأنه فكرة كتير جديدة وكتير حلوة، واللبناني بحب اللوكس، يعني هي الفكرة أنه يكون عنده قطعة لوكس حتى لو ما قدر يدفع حقها، كتير بحب أنه يكون عنده قطعة لوكس. هلأ إذا منطلع نحن على الإنفاق يلي بيصير على المواد اللوكس بالمنطقة، منلاقي مع أنه 3% من الإنفاق اللي بيصير عالمياً، بس كمان يعني محرز بيصير في إنفاق تقريباً 6.3 مليار أورو أو يعني ما يوازي فوق 8 مليار دولار بالمنطقة، يعني و90 من هيدا الإنفاق بيصير أكيد بمنطقة الخليج، يعني بين السعودية، الكويت، الإمارات، مناطق الخليج، بيبقى للبنان وغير بلدان يعني 10% من هيدا الإنفاق. ولكن الفكرة إنه واحد يبيع لوكس موجودة اللبناني بحب، حتى لو قدرته الشرائية كتير يعني متدنية أو منا ما بتوازي القدرة الشرائية اللي موجودة بالغولف، ولكن اللبناني بحب اللوكس. شكراً دكتور سريح، ومنشوف سوا العلامات. مستمرين مع رافي توكاتليون المشترك عن فئة بيزنس اوف ذا يير. رافي هو رسام ونحات متخصص بالبرونز، أعماله عرضت بمتاحف وصالات عرض عالمية. عام 2008 افتتح صالة العرض الخاصة في كونيسانس ديز آر بوسط بيروت، كما أصدر كتابه الأول ميت إغاليتي. مشروعه الجديد هو إنشاء متحف بفأرة. هالفنان قدر يحول فنه لمؤسسة بتشغل 21 عامل، ونجح بتقديم منحوتات المنوعة بأساليب متعددة ليوصل عمله للعدد الأكبر من محبي الفن وحقق نسبة أرباح مرتفعة. بيملك رافي القدرة أنه يعيد نفس المنحوتة ويبيعها بأكثر من نسخة بشفافية لمحبي الفن. معلومات أكثر بهالريبورتاج. تكون سكولتور كان موجود من زمان، بس أنا عامل انتيريور أركيتكت وبينتينج، بس سكولتور صرت بدون ما أدرس، يعني شي نهار أخذت البات وبلشت أنحت. أول شي عرضت بنيويورك 2006، ورجعت عرضت بكاليفورنيا، زوريخ، بيانال فينيس، طوكيو، وهلا بعدني جاي من رشا موسكو، كان عندي معرض كتير مهم. لبنان انه ما فيها المتاحف، طلعت الفكره من هالشيء
وقررت أعمل متحف بفقرة. ليش تركت بالكومبيتيشن؟ حاسس أنه لبنانيين لازم يعرفوا أكثر عن الفن، عن النحت. الدولة ما بتساعد، أنه كل فنان عم بيحاول يعمل شيء، عم بيعمل شيء هو اللي بيتحمل كل شيء، المصاريف، وفي كتير صعوبات، وعم نحاول نقلل هالصعوبات قد ما فينا بمساعدات البنوكي. إبداع من حديد، رافي توكاتيان، كونيسانس ديزار، داونتاون بيك. مسز ثانية مسلم، مساعدة مدير عام البي ال سي بانك، شو الأفكار يلي بتطرحيها على رافي كرمال يطور أعماله أكثر وأكثر ويسوقها؟ أنا حابة أقول أول شيء إنه رافي توكاتيان قدر يقرب عالم الفن من عالم الأعمال، فالشيء أنا ما كنت فكرته هين، وقدر كمان من هالمستوى الرفيع من الفن ينطلق بريادة أعمال. هيدا حابة أقولها لأن هذا تشجيع كبير للفنانين بلبنان وخاصة الناحتين منهم. هلأ إذا عندي نصيحة أقدم له إياها هي بتكون بالنسبة للمتحف، أنه ينتبه على استمرارية المتحف بالمدى الطويل ويأمن له مدخول مثلاً من التدريب يلي هو حابب يعمله مشان هالجيل الصاعد الجديد تبع الفنانين، أما أفكار غيرها هو أكيد بيفكر فيها. شكراً مسز مسلم، ومنشوف سوا العلامات يلي عم تضعها اللجنة بعد كل ريبورتاج، وطبعاً هي مستقلة بقرارها ومنفصلة عن إدارة البي أل سي بانك الممثلة فقط بعضو واحد من أعضاء اللجنة. ذكر أنه اعتمدت أربع معايير لاختيار الفيناليست: معيار الابتكار، المعيار المالي، معيار الاستدامة، ومعيار المسؤولية الاجتماعية للشركات. منتابع وهالمرة مع المرشحة عن فئة Women Entrepreneur of the Year ناتالي مقدم. Too cute to shoot، أسلوب فريد بتصوير الأطفال والعائلات مليان إحساس وابتكار، صور طبيعية بتصلح أن تكون لوحات إعلانية، دايما أفكار جديدة وتنفيذ بغاية الدقة. تتمتع تو كيوت تو شوت بانتشار واسع، وبينطلب من ناتالي أغلب الأوقات أنه تصور بالخارج، والجدير بالذكر هالستوديو بخصص مساهمة دائمة من الأرباح لمركز علاج سرطان الأطفال بلبنان. تابعوا معنا بطاقة تعريف عن تو كيوت تو شوت. الفكرة بلشت بمسحة، أنا عندي ثلاث أولاد، ثالث ولد لما خلق حبيته كتير، فبعت صورته لأن قدس وقلت بدي حطه بدعاياتها، فهي جاوبتني وقالت لي أنه بتصور بس البيبيز يلي بالمنطقة حواليها، فقالت طب خلص أنا رح صوره، فبلشت أعمل settings مثلها وصرت صوره، صرت فرجي أصحاب الصور فصاروا يقولوا لي ناتالي بليز صوري لنا كمان أولادنا زيت شي. البلانز لقدام أكيد كثيرة، يعني أنا من مشي عملت شيء وكنت أول وحدة بلبنان تعمل هيك شيء، ومثل ما شفتوا أنتوا بلشت بشيء كثير صغير عملت بوم كبرت كثير، سو أكيد بدي وسع وكبر لبرا أكيد. We are doing also charity work in this company. إن ربحت ولا ما ربحت أنا هون مع آخر ستة هول اللي صرنا هون بالنسبة لإلي is wow. I believe in my instinct أول شيء، ولما بحط شيء قدامي بوصل له عادة، so ما بلاقي ناقصني شيء إنه لأكون الوينر. I should be a winner. صورت كيف أنجح ناتالي مقدم too cute to shoot. Thomas Jacob, Senior Counter Officer, Lebanon IFC. Hello and welcome. Do you advise Too Cute to Shoot to become a franchise and expand in the Arab world? I mean, it's obvious that Too Cute to Shoot has a great model here in Lebanon.
And I think the opportunity to expand through a structure like franchising brings to a business would be almost ideal for this type of business. It allows 2Q to shoot to partner with other players in the region and allows them to leverage the brand that she's built and the experience that she's gained in Lebanon. And the challenge would be to make sure that she has good advisors and people experienced to help her make sure that that's the right business model for her and her business. أذكر أن المشتركين والمشتركات الليلة غير محصورين بزبائن البي ال سي بنك. المنافسة كانت ورح تبقى مفتوحة أمام كل مشروع اقتصادي حيوي بيعزز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة وبفعل دور المرأة. وطبعا منشجع الكل يشاركوا بالدورة الجديدة بال 2014. جائزة البزنس اوف ذا يير والمشترك جوزيف حريقة. عم نحكي عن سنتر حريقة يلي يعتبر أول مركز متطور بالشرق الأوسط بيعتمد على أحدث التقنيات لصناعة الأطراف الاصطناعية، وهو الوكيل الحصري لتقنيات CAD/CAM بالشرق الأوسط Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing. وطبعا إطار عمله هو ضمن المسؤولية الاجتماعية بامتياز، والجدير بالذكر أنه سنتر حريقة بأمن أطراف اصطناعية بتقنيات عالية بتسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالتحرك بحرية. أنطوان رح يخبرنا أكثر عن هالموضوع بهالروبورتاج. أنا صراحة كنت رايح باتجاه الهندسة. بالتسعينات كان في ظروف حرب، اضطريت سافر على إيطاليا لحتى كفي علمي. وأنا هونيك كان جوزيف قبل مني اللي هو خيي، كان مبلش بالبروتيز أورتيز قبل مني. واللي ساعدته فيه هو كان بروتيز لشخص عنده بتر، وأول ما شفت هالشخص حط البروتيز بإجره مشي وركض، أنا قلت أوكي this is it. من سنة 93 رجعنا من إيطاليا بعد ما تخرجنا، أسسنا وكبرنا سنتر حريقة لحتى وصلنا عليه اليوم. البرودكت اللي احنا عم نقدمه هو أكثر سيرفيس كبرودكت، لأنه أوريدي موجود من زمان. يعني ما فيك تقول له أنا ركبت بروتيز بدون ما تلحق وتشوف شو مشاكله، بالتالي it's a service. بالتالي أكيد بتمنى ننجح، وبتمنى كمان غيري كمان ينجح، يمكن مش بهالأول بغيره. الإبداع بيكمل النقص. جوزيف حريقة، مركز حريقة للمعدات الطبية بعبد. دكتور فؤاد زمكحول، مدير عام مجموعة زيمكو ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، شو المزايا برأيك التنافسية اللي قدمها مركز حريقة حتى يحافظ على استمراريته؟ أول شيء أنا بحب أقول شو في أحلى لأم أو أب عم بيشوف ابنه عم بيمشي لأول مرة، أو لمعاق عم يرجع يستعمل إجره أو إيده بعد حادث أو بعد حرب. أنا بلاقي اليوم شركة حريقة عم ترجع تعيد الأمل، عم ترجع تعطي الحياة وحب الحياة لقسم كبير من اللبنانيين أو كل المعاقين من وراء الحروب حوالينا. نحن اليوم لسوء الحظ سوقهم عم بيكبر حوالينا، نحن الحروب عم تزداد وما عم تنقص، وخاصة بلبنان عم نرجع على ذكريات أليمة جدا. أنا فيني أقول لهم لازم يتحضروا على المرحلة المقبلة. نحن ما في حرب ما بيلهي سلام، ونحن بعد السلام عيكون عندهم جهد كثير كبير ليقوموا فيه بلبنان وخاصة برات لبنان. بتمنى يكونوا عم يشغلوا أكثر وأكثر على صناعتهم لتكون أكثر شيء بالتكنولوجيا. ونقطة تانية، بتمنى إنه شركة حريقة تكون موجودة بكل بلدان العالم وخاصة المجاورة لتقدر تبيع وتسوق المنتج اللبناني، لأنه نحن بالقوات القوة اللي عنا اليوم بلبنان هي الصحة، هن عم بيقوموا فيها. وبتمنى لشركة حريقة
تكون عم بتطفي الحرايق الداخلية وتعيد المحبة بكل العالم وبلبنان. شكرا. شكرا مستر زمك حلوة، منشوف سوا العلامات. مهندسة كيماوية ومفتشة سابقة بالأمم المتحدة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، اللبنانية الوحيدة الخبيرة بالمجال أسست سيتاك يلي تعنى بتقديم حلول بمجال الأمن الكيماوي وإدارة المواد البيولوجية والكيميائية. وبلبنان قدرت هالمؤسسة تطور أنظمة معقدة على الحدود اللبنانية بمطار ومرفأ بيروت لضبط أي منتج مشع. هالمؤسسة الفريدة من نوعها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتشتغل مع الحكومات على مهمات أمنية مشددة على مستوى البلاد وبتشغل 15 شخص. صار وقت تقرير جديد وهالمرة عن إيلان نصر المرشحة عن فئة Women Entrepreneur of the Year. نحن مختصين بالمعدات كأجهزة الكشف تبع مواد الكيميائية والبيولوجية والراديولوجية والنووية. الشركة بتشتغل بمجال الأمن النووي، هيدا اختصاصنا. هلأ في شوي توعية أكثر بالمجال النووي عالمياً، والأمن النووي في عازلة لها بلبنان. ساهمنا وكتير ساعدنا الدولة على ضبط الحدود بمجال كشف المواد المشعة. الإنجازات اللي عملتها بعتبر أنه اشتغلت بأقوى شرك بهيدا الدومين بين اللوس ألاموس ناشونال لاب، واشتغلت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وقتها كنت انسبكتور نيوكليير. جيت على لبنان كان في عازة وكتير ساهمت تلبنان يقدر يتطور بهيدا المجال. هلأ فيوتشر بلانز، نحن مضلنا بلبنان ننتقل لبرا، يعني منضلنا شركة لبنانية بس عندها كمان أشغال ريجيونال بضمن الأمن النووي. الحركة بتولد نجاح. إيلان جاك ناصر، سايتك. مستر نجيب الشقير مدير قسم الصيرفة في مصرف لبنان، برأيك شو السبب الأساسي لنجاح إيلان ناصر؟ أول شيء إيلان هي الحقيقة ثروة وطنية وقومية. الحقيقة أذهلتنا بس قدمت البرنامجها بالمعرفة والخبرة الدقيقة والتفصيلية بشغلها. الحقيقة أول شيء ليل كتير اللي عندهم علمها وخبرتها بهالمجال، وأهميتها وإبداعها إنه هالعلم والمعرفة والخبرة حولتهم لمنتج تحمي فيه البلد من النوكليير ويست ومن أي إشعاعات نووية ممكن تفوت على البلد، وعندها إمكانية كتير كبيرة إنها تنتقل للمناطق للبلدان المجاورة. والحقيقة بهنيها من كل قلبي، الحقيقة تنبسطي بس تشوفي هيك ناس بالبلد، تقولي ليش البلد بعده بخير؟ لأن في ناس هيك. حقيقة يعطيها ألف عافية. Thank you مستر شقير، ومنشوف سوا العلامة. نيو ميديا توريزم يلي أسسها حسن شاهين بتهدف لتسويق السياحة بالإبقاع عبر الدليلين بقاعنا ودليبانيز غولف جايد بوك، بالإضافة للموقع الإلكتروني الخاص وتنظيم عدد من النشاطات الداعمة والمنشطة للسياحة، بالإضافة للحفاظ على البيئة من خلال تنظيف نهر العاصي. ومن الملحوظ أنه هالمؤسسة بتساهم بتطوير السياحة بلبنان وبالبقاع بالدرجة الأولى، بالوقت يلي كلنا بنعرف أن الوضع بالمنطقة ما بشجع. نتعرف على حسن شاهين المرشح عن جائزة Business of the Year.
نحن عملنا شركة نيو ميديا توريزم بهدف نعمل دليل بخانة ومجلة ويب سايت بعدين، هيدا لنوصل الوجه الحضاري للبقى. وأنا عشان من البقى حبيت أعمل بخانة، بس هيدا ما بيمنع أنه نحن رح نعمل لكل المناطق. بالقسم السياحي نحن عنا نادي رافتينج بالعاصي، هيدا النادي منحاول نجذب سواح حتى من برات لبنان. نحن بنعمل نشاط هو تنظيف نهر العاصي ضفافه بالتعاون مع طلاب المدارس والثانويات الموجودة بالمنطقة. رغم الوضع السيء بالبلد من الناحية السياسية والاقتصادية، بس هيدا ما منعنا من المثابرة والإصرار والاستمرارية بخدمة البقاع ولبنان. نحن استفدنا من الـ BLC من عدة نواحي. أول شيء رجعنا الشركة من بداية تأسيسها وحتى اليوم، حتى رجعنا عدنا وعملنا خطة جديدة للمشاريع المستقبلية اللي ممكن تكون عنا. كمان استفدنا من لجنة الحكم من خلال نصائحهم وإرشاداتهم وتوجيهاتهم يلي عطونا إياها، ويلي هيدي رح تكون أساس بخطة عملنا المستقبلية. نجاح دليلي حسن شاهين، نيو ميديا توريزم. مستر مارون شماس، رئيس ومدير عام بريتك، مساء الخير. مساء الخير جيسيكا. شو رأيك بالمبادرة يلي قدمها حسن واللي ركز فيها على إنعاش منطقة البقاع؟ أول شيء نحن عايشين بعصر الديجيتال، عصر الميديا والديجيتال، عصر رقمي، وفي كمية هائلة من المعلومات توصل لكل شخص منا كل يوم. أهمية مشروع أستاذ حسن هو أنه عم بيركز على منطقة معينة وعم بيعرف عنها وعم بيعطي كل المعلومات عن هالمنطقة بطريقة أنه المعلومة اللي بتوصل توصل بطريقة صحيحة وسريعة لهالمنطقة وللأشخاص اللي بيهمهم هالمنطقة هاي. وبطبيعة الحال هو بلش بمنطقة، ومثل ما فهمنا أنه بده ينتقل على عدة مناطق. يلي بيهم شخص مثلاً اللي عايش بالبقاع غير يلي بيهم بيروت أو الشمال، وبالتالي هي جزء أول من الأهمية. جزء تاني هو أنه استعمل مش بس الترديشنال ميديا، يعني البرينتينج البريس، استعمل كمان الإنترنت، والإنترنت غني بالمالتي ميديا، يعني المعلومة عم توصل مشوقة لهالشخص هاي، يعني في يشوف صور، في يشوف فيديو، في يسمع آراء مختلفة. وبالتالي نحن منشجعه لحسن، وبعتقد انه العمل اللي عم بيقوم فيه منه هين، خاصة بمنطقة مثل منطقة البقاع. شكرا مستر شماس، ومنشوف العلامات سوا. استعرضنا الفيناليست 12 دقائق قليلة بتفصلنا عن إعلان نتائج الجوائز الثلاثة: Business of the Year، Women Entrepreneur of the Year، و People's Choice Awards، يلي حسمت نتيجتها تصويتاتكن عبر الفيسبوك من ساعات، وكل المشتركين والمشتركات بيملكوا نفس الحظوظ للفوز فيها. تصويتكن عبر الفيسبوك هو الحكم. 30,000 دولار بتنتظر الفائز عن فئة Business of the Year، 30,000 دولار تانية للفائزة بجائزة Women Entrepreneur of the Year. إطلالة جديدة لنجمتنا نانسي عجرم قبل إعلان النتيجة النهائية.
نانسي مساء الخير من جديد. مساء النور. برأيك شو القيمة المضافة اليوم يلي عم بتقدمها جوائز البي ال سي بانك؟ مبادرة مهمة أكيد من بي ال سي بانك، لأنه عم بتشجع الشباب والأدمغة اللبنانية والمؤسسات الصغيرة إنه يضلوا بلبنان وإنه يساهموا بالاقتصاد، وهيك بهالطريقة بتكون عم بتخفف من البرين درين ونحن عم نستفيد من إبداعهم. وكوني امرأة انبسطت كتير إنه بي ال سي بانك قدم جايزة للإمرأة يلي هي جزء كبير بالمجتمع وإلها دور مهم بالصناعة والتجارة والاقتصاد بشكل عام. نانسي، قد ايه برأيك الفن هو بزنس؟ أو بزنس ناجح هذا فينا نقول؟ ما بيصير بزنس بهالسهولة، يعني هو أول شيء الفن ببلش بالموهبة، وأكيد الموهبة بتستمر، بس أكيد بالمثابرة والنجاح ولما بيكبر اسم الفنان، لأنه الفن على طول بدك تعطيه ليعطيكي، وإذا ما أعطيتيه ما بيعطيكي. فبس من بعد المثابرة بيكبر اسم هالشخص الناجح، وساعتها بيقدر بيصير يفكر بالبزنس. نانسي، نحن بنشكرك لأنه نورتي سهرتنا الليلة، وبعد إلنا إطلالة معك بعد شوي. Thank you. وصلنا للإسم الأخير من احتفال لتوزيع جوائز البي ال سي بانك. لحظات ومنرجع بعد البريك. سوا بجهودنا منحرك اقتصادنا تيلمع بلدنا. لكل المبدعين بالأعمال، سجلوا اليوم لتبدعوا بال2014 Brilliant Lebanese Awards من ابتكار BLC Bank. شو واثق بحلو شو قلبه قوي، وقلبي من جماله دايب مستوي. كانت صارت. شو واثق بحلو شو قلبه قوي، وقلبي من جماله دايب مستوي. وشو واثق بحلو شو قلبه قوي، وقلبي من جماله دايب مستوي. كانت قصة اعجاب، صارت حب وعذاب، تقاري شيخ الشباب حبه بيكوي كوي. كانت قصة اعجاب، صارت حب وعذاب، تقاري شيخ الشباب حبه بيكوي كوي.
صار وقت اعلان النتائج، مين رح يكون الفائز بجوائز البي ال سي بانك؟ النتيجة صارت معي، بطلب من رئيس مجلس الإدارة مدير عام بي ال سي بانك مستر موريس صحناوي ومن نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام مستر نديم قصار الانضمام لنا لتسليم الجوائز. رح بتكون مع People's Choice Award حسب تصويت الجمهور. المرتبة الثالثة هي من نصيب كارلا مطر IQS Center I Quit Smoking. المرتبة الثانية حصل عليها محمد خازم MIT Engineering. أما الفائز بالمرتبة الأولى بالPeople's Choice Award، الفائز بحسب تصويتكن عبر الفيسبوك هو أو هي حسن شاهين New Media Tourism. تفضل حسن لعنا وألف مبروك. مبروك حسن شاهين نيو ميديا توريزم جائزة People's Choice Award. مرسي حسن. صار وقت الإعلان عن الفائزة أو الفائز الثاني، مين رح يحصل على جائزة Business of the Year لسنة 2013 من BLC Bank. طبعاً لجنة التحكيم وضعت علاماتها خلال هالحفل وتعرفنا على المشتركين الستة عن هالفئة. الجائزة قيمتها 30,000 دولار من البي ال سي بانك لرابح البزنس اوف ذا يير. ونحن رح نخبركم هلا انه الرابح عن البزنس اوف ذا يير 2013 هو نعمان هاشم عن هنتراك. الف مبروك نعمان، تفضل لعنا بليز. نعمان هاشم عم يتسلم جائزته من مستر كسار ومستر صحناوي عن فئه البزنس اوف ذا يير. مبروك لنعمان هاشم وهنتراك تشيك بقيمه 30,000 دولار من البي ال سي بانك. مبروك مبروك. أما هلأ ختام الجوائز مع الفائزة بجائزة Women Entrepreneur of the Year، مين رح بتكون المرأة يلي فازت بهالجائزة وب 30,000 دولار من بنك BLC؟ قبل ما نعلن نتيجة الفائزة عن جائزة Women Entrepreneur of the Year، أنا بدي لكم مبروك وبدي أسألكم أولاً قد اليوم أنت مبسوط بالشي اللي حققته من خلال ربحك لهالجائزة؟ أكيد اليوم فرحتي ما بتوصف، وخصوصا بعد النجاح اللي حققته من خلال الأصوات اللي صوتوا لنا على الفيسبوك. وأنا بعتبر حالي نجحت من لما تأهلت على من الست النهائي. أنا بشكر البي ال سي بانك أوارد وبشكر لجنة الحكم لنصائحهم وإرشاداتهم يلي عطونا إياها ويلي رح تفيدنا وحطيناها باستراتيجيتنا الجديدة للسنوات المقبلة. شكرا حسن. مستر نعمان، قد اليوم الجائزة هي حافز لك لتتقدم وتطور الشغل يلي انت ربحت عنه هيدي الجائزة؟ اليوم هيدي الجائزة احلى مكافأة لتعب سنين، سنين عمرها 5 سنين يعني، بس كانت فعلا صعبة بس حلوة، حلوة بس بتتك اخر شيء تطلع بالنجاح. واكثر شكر كبير بعمله للجروب تبع اروبا
للفريق اللي اشتغل على أروبا لإيمان بهالمشروع، والمشروع تحقق لقصة نجاح. وبقدر أقول كمان مرسي للجوري، I highly appreciate business of the year، لأنه إن شاء الله أكون أتظنن وأنا بتشكرهم فعلا. وأكبر شكر من 5 سنين أنا فت على BLC، قدمت مشروع قلم على ورق، it was an idea، وتحول هالمشروع من فكرة ل 22 بلد بالعالم وجودنا. بتشكر BLC بنك، thank you. مبروك حسن ونعمان. أما هلأ فصار وقت نعلن عن اسم الفائزة بجائزة Women Entrepreneur of the Year. تعرفنا عليها بالروبورتاج. أحد أعضاء اللجنة وصفها بأنها فخر للبنان وبأنها كنز بيرفع اسم لبنان بالعالي. سوا منقول مبروك لإيلان نصر عن سايتك Women Entrepreneur of the Year 2013. إيلان نصر Women Entrepreneur of the Year و$30,000 من BLC Bank. إيلان عم تتسلم جايزتها من مستر صحناوي ومستر كسار. إيلان، شو بتعني لك الجايزة اليوم وقديه كبرت المسؤولية؟ بدي أتشكر أولاً BLC وبدي أتشكر الجوري والإكيب تبع سايتك، حنقول على الفرنساوي إذا فيني. Je trouve qu'ils ont fait un travail formidable et je voudrais aussi remercier ceux qui ont participé aussi. L'atmosphère était très conviviale. Et ils travaillent comme nous, on le sait tous, pour un Liban meilleur, pour une économie saine. Hassan Shahin, Naaman Hashem et Alain Nasser, ils sont les gagnants avec nous aujourd'hui dans le BLC Bank, The Brilliant Lebanese Awards. مبروك للفايزين وإن شاء الله بيجمعنا دايماً الاقتصاد اللبناني الحيوي يلي ضوينا الليلة على مؤسساته المتوسطة والصغيرة المطبوعة بدور المرأة الرائد بمجال الأعمال. BLC بنك بيستقبل الطلبات ابتداءً من هاللحظة للمشاركة بالدورة الثالثة The Brilliant Lebanese Awards 2014. شكراً لحضوركم وتصبحوا على ألف خير. حركة بتولد نجاح. إيلان جاك نصر سايتك، حلو طعم النجاح. سامر نعمان هاشم أروبا، نجاحي دليلي. حسن شاهين نيوميديا توريزم.